في الجزء الأول من المنافسة ممكن تكون يعني أتأثر بالمشاركات بتاعته كثيرة، المنافسة الكثيرة، أبطال آسيا، أبطال آسيا، كأس العالم، كأس العالم للأندية ده. يعني جاء وهو مرهق. المدربين اللي عاقبوا على هالحاجة سواء كان جارديم أو دياز بالنسبة للهلال مدرب معروف ويعني ما جدد عليهم. جارديم مدرب كبير برضو لكن ما توفق مع الهلال. التغيير اللي حصل في الجهاز الفني تغيير حالة نفسية، وما شاء الله يعني مشت الأمور كما رسم لها الهلال. ما يعني الهلال لديه أجهزة معاونة للجهاز الفني كشيفين على مستوى عالي، لما يجيبوا لاعب بيجيبوا لاعب في الخانة اللي هم عايزينها، التسجيل نوعي وليس كم، يعني بيجيبوا اللاعب في الخانة اللي هم ناقصين فيها، ومع ذلك بيكون عندهم احتياطي في نفس الخانة، لكن بحاولوا لظروف زي دي يدعموا خطوطهم. الهلال فريق كبير لن يتأثر، عنده مباراة مع الاتحاد، لو تعثر الاتحاد في أي مباراة في المباريات المتبقية بتبقى مباراة الهلال والاتحاد. لا هي مباراة الهلال والاتحاد أول قبل أيوة، ما هي بتكون الفيصل، يعني البكسب فيهم إذا كسب الهلال حيضيق الشقة على الاتحاد. في أي لحظة تعثر الاتحاد الهلال بيجي نفسه، هي مباراة فاصلة حقيقة، فاصل هي مباراة بطولة باعتبار مباراة بطولة. أيضا الهلال عنده يجابه أو يواجه الفيحاء في نهائي كأس الملك، ودائما الفيحاء فريق ما سهل، والخامس السادس الترتيب، أفضل خط دفاع، وأفضل خط دفاع وبطل الكأس لا هو ما بطل، هو وصل لنهائي الكأس، نهائي الكأس. لكن الهلال دائما جماهير الهلال في كل بطولة ما لا ترضى غير البطولة غير الكأس طبعا. فده الهلال فريق، الهلال فريق بطولات، نعم، وعود جمهوره على البطولات، لذلك جمهور الهلال لا يرضى. نعم طيب الآن ممكن